بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي الاكزامينشن مع بعض بالجنرال اكزامينشن. ثلاث مواد. اول حاجه احنا بنتكلم عن الجنرال بوينت اللي هي بيشنت الارت كونشس كوبرتيف اورينتد تو تايم بليس اند بيرسون. لو الدكتور قال لك افرض البيشنت از نوت الارت اور كونشس اور اورينتد، هتقول له ان البيشنت اشك ان هو داخل في ستيج من ستيجز كوما، فهسال على الجلاسكو كوما سكيل. بيشنت از افريج بيلت. افريج بيلت يعني معنى كده ان الابنورمالتي ممكن يكون اوبيس او كشكتك. نورمال دي كيوب سكوات فيشل اكسبريشن يعني العيان كوايت. اف ان بين هسال عن الفيجوال انالوج سكيل، وده من 0 ل 10 لازم نبقى عارفين. نسال عن البلس والبلد بريشر والتمبريتشر والريسبيريشن. نمره 2 بنسال عنها في الجنرال شيت الجيت. الجيت از بارت اوف اكزامينشن. الجيت از فيري امبورتنت ان اور اكزامينشن. بنقول للعيان امشي 5 خطوات ونبص على ال5 خطوات كلهم مع بعض، ده اسمه الكادنس، ونبص على خطوه واحده ونحللها، ده اسمه الاسترايد. بالنسبه للكادنس هل هي سموث سيمتريك ريزميك كوردينيتد؟ بالنسبه للكادنس برضك بنبص على الانجل اوف بروجريشن، المفروض الرجل وهي ماشيه لقدام بيبقى فيه بينهم بين الرجلين الاثنين زاويه مع الميد لاين تقريبا 15 درجه. هل هي بقى ان توينج او اوت توينج؟ دي الابنورماليتي. بالنسبه للبيز، البيز اللي هي المسافه بين الرجلين وبعضها، المفروض ان البيز بتاعت التو فيت تساوي المسافه بتوين التو شولدر، هي اكتر او اقل، بمعنى كده ان في انستابيليتي، ممكن تكون وايد بيز او سيزورنج بيز، دي الابنورماليتي. الووكينج ايدز هل هو ماشي بعصايه او عكاز من المساعده معاه؟ الشوز لو فيها اي ابنورماليتي يعني فيه ويدجنج في الهيل، لو فيه حته مقطوعه من الجزمه نتيجه ان هو بيضغط عليها، كل دي ابنورمالتي لازم كومنت عليها. بالنسبه لو انا اخدت خطوه واحده اللي هي الاسترايد وابتديت اكومنت عليها، هقول هي ايفن اور ان ايفن. ان ايفن يعني معنى كده ان الخطوه بتاعته مش مستويه، ممكن يكون عدم الاستواء ده يا اما في الفوت سايكل، الفوت سايكل ان كانت هي ستانس فيز او سوينج فيز، في الانكل فليكشن اور اكستنشن، في الهيب او في الني او في الشولدر او في السباين، فده انا هقوله في السبيسيفيك شيت مع كل واحده فيهم. اخر حاجه في الجنرال اكزامينشن اللي هي الهايبر لاكستي، احنا لازم كل عيان عظمه نفحص له الهايبر لاكستي بوينت عشان نشوف هنديله كام في السكور بتاعنا. السكور بتاعنا اسمه بايتون سكور، وده 9 بوينت. احنا لو جبنا 6 منهم باذن انت عندك هايبر لاكستي. البوينتس هي موجوده في الصوره ديت، ان هي هايبر اكستنشن للليتل فينجر تيل ريتشنج الدورزم اوف ذا فور ارم، هايبر فليكشن اوف ذا ثامب تيل ريتشنج الفولر اوف ذا فور ارم، هايبر اكستنشن للالبو، هايبر اكستنشن للني، هايبر فليكشن للسباين. لو انت جبت 6 من 9 اذا انت عندك هايبر لاكستي.